وبين الإيذاء المقصود وغير المقصود، القانون كان واضح وفرق ووضع عقوبات لكل نوع من أنواع الإيذاء إن كان مقصود أو غير مقصود. يعني صحيح رشا، مثل ما ذكرتي بتختلف يمكن صور الإيذاء إن كان بالقتل بالضرب بالعنف، وأكيد درجاته إن كانت بسيطة أو جسيمة. ويعتبر هذا الموضوع بالقانون من أكثر الجرائم خطورة على الفرد والمجتمع بشكل عام، وبنلاحظ كثير من المشاكل السلوكية والمشاجرات بين الشباب إن كان بكلام التهديد أو الوعيد يلي ممكن يلحق فيهن الأذى فيما بعد. لنحكي أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع، بيسعدنا أنه تكون معنا ضيفتنا بالاستوديو المحامية رشا إبراهيم. يسعد صباحك. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك. كيفك اليوم؟ خلينا هلا اسمك لحاله لازم يعطيك شوية طاقة اليوم. أهلا وسهلا. اليوم ما بدنا نروح بكل أنواع الإيذاء، خلينا نركز على الإيذاء المقصود. خلينا نشرح عنه أكثر، شو هو هذا الجرم؟ جريمة الإيذاء المقصود هو من الجرائم التي يقع فيها اعتداء على حق الإنسان في سلامة جسده، فيتسبب بأذية جسدية. يعني هالحكي حتى يكون نحن أمام جرم إيذاء مقصود لازم يكون عندنا ضرر جسدي وصحي على المجني عليه. لحتى نكون أمام جرم إيذاء مقصود لازم يتوفر عنا ركن مادي. يتجلى الركن المادي بأنه إلحاق الضرر بالمجني عليه وحدوث نتيجة تتمثل النتيجة بإصابة على سلامة المجني عليه وصحته الجسدية وسلامته وصحته الجسدية، ولازم يكون رابطة سببية بين الفعل وبين النتيجة. فلا يمكن أن نقول أنه عنا إيذاء قصدا إذا ما كان في نتيجة جرمية لفعل الإيذاء لحتى نتمكن من المسؤولية الجزائية. طبعا نحن بالإضافة للوجود ركن مادي لازم يكون عنا ركن معنوي. الركن المعنوي هو القصد الجرمي، أي توافر العلم والإرادة، أي أن الشخص الفاعل يتوافر لديه إدراك تام بالفعل الذي يقوم به على المجني عليه، أي أن من فعله يؤدي إلى مساس بسلامة المجني عليه وصحته. دائما هلا هو ولو يدرك خطورة الشيء اللي عم يعمله بس يسأل عن النتيجة اللي بتصير بصحة المجني عليه. تماما، فهو يريد أكيد الفعل ولا يريد النتيجة، وبالمقابل لو لم يريدها يسأل عن النتيجة الجرمية التي حققها. وهون بفرق بين القتل والإيذاء قصدا. بجريمة القتل دائما بنشوف أنه الجاني هو بيعرف أنه اتجاهه وإرادته وعلمه بأنه ستؤدي إلى إزهاق الروح، ومن ثم يعمل يعني بيساوي نتيجة جرمية. تمام، فهون بتكون عقوبته غير عقوبة الإيذاء قصدا، فهو يدرك بأنه عمله يؤدي إلى المساس بسلامة المجني عليه وصحته، ما بده النتيجة يعني مقصود مو إرادته وإرادة، لكنه يسأل عن النتيجة. تمام. أستاذة رشا، هل هناك عقاب على الشروع في جرائم الإيذاء؟ نست مادة القانون أن على الشروع في الجناح لا عقاب عليها إلا بنص قانوني. بينما في الجنايات جميعها يعاقب على الشروع فيها، فنحن عن جرم الإيذاء المقصود يوجد جناح ويوجد جنايات. جناح الإيذاء المقصود لا عقاب عليها أبدا، وفي جنايات الإيذاء المقصود لا يتصور الشروع إلا في حالة واحدة، وهي الإيذاء المؤدي إلى إحداث عاهة دائمة، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن حدوث شروع في هذه الحالة. الإيذاء المفضي إلى الموت أو الإيذاء المفضي إلى حدوث إجهاض لا يتصور الشروع فيها. لو أنا أراد الجاني فعلا إلى حدوث القتل أو حدوث الإجهاض تغير الوصف الجرمي وتحولت إلى شروع بالقتل أو الشروع بالإجهاض. هون فرقنا بين أنه الجنحة ويكون جرم. نحن عم الجنح لا عقاب عليه، لا عقاب عليه كونه ما صار ما وصل للموت، ما وصل بالمساس. يعني في يعني كثير نصوص، يعني شخص ضرب كف، يعني ما فينا نعمل أنه الشروع هو عم مد إيده وما ضربه. هي المبدأ بالشروع دائما بالقانون وبالمحامين. حضرتك خبرة بهي القصة، في ثغرات بيروح المحامي للدخول من خلالها لإضافة، هو بالنهاية هو موكله، يعني اليوم واجبه أنه يدافع عنه ويطلع موكله بخير وسلامة. خلينا نحكي عن هي الثغرات اللي بيشتغل عليها المحامي كرمال يعفي مرتكبي الإيذاء المقصود. القانون عطانا أسباب تبرير، فنحن بنروح على أسباب التبرير اللي هي حالة الدفاع المشروع. دائما نحن بنشوفها بحياتنا العملية، كنت عم دافع عن نفسي بس أنا كنت ببيت وإجا حرامي على البيت، فأنا بدي رد أزل هذا الشخص. صحيح. فيعتبر إذا ارتكب جرم إيذاء في حالة الدفاع المشروع. اثنين، أداء الواجب. شو يعني أداء واجب؟ مثلا في عنا شرطي شاف حرامي، أنظره بأنه للحرامي أنه يستجيب له، وقف عن العمل عم يشتغل فيه، أطلق عليه النار فجرحه، فهنا يعد جرم إيذاء، هو سبب من أسباب التبرير. إجازة في القانون، طبعا يجيز القانون بعد الأفعال
بمعنى إجازة القانون، مثل تأديب الأولاد. نحن دائما الولد بيكون عنده سلطة قانونية من قبل والدته، من قبل والده. طبعا هنا القانون أعطاه بشكل أنه سبب تبرير للإزاء، ولكن بشكل ما يستعمل تعسف في استعمال الحق بهذا السبب التبرير. كمان نشوف الدكتور الجراح، لا يمكن الدكتور الجراح إجراء أي عملية تطبيب إذا ما جرح الشخص، فهون يعتبر سبب من أسباب التبرير. كمان بنشوف بالألعاب الرياضية مثل الملاكمة مثلا، دائما أحيانا بيصير عنا إزاءات، تماما إزاء بمعنى الإزاءات، وهون إلى سبب تبرير إذا كانت قائمة على كانت وفق قواعد الممارسة الرياضية بشكل ما تكون عن طريق انتقام أو شيء أدى إلى تسبب بهذا الإزاء. من خلال أحيانا نشوف بعض الأساتذة بيروحوا لموضوع الطب النفسي، يعني وقت اللي بيكون ما بنسميه المجرم، هي بالنهاية جنحة ممكن تكون أو ممكن حسب الواقعة اللي صارت، يعني بيروحوا لتبرير النفسي للفاعل وممكن يروحوا لتقرير. تماما، هي هلا نحن صرنا فتنا بباب ثاني، بباب انه الشخص كان كامل الاهليه او ناقص الاهليه، هون بيسال عن المسؤوليه الجزائيه بموجب خبره طبيه بتجري عليه، بينسال عن هذا الموضوع اكيد يعني. تمام، لا يمكن مثلا شخص مجنون، هي شخص معدوم الاهليه، يعني عن افعاله عم يعاني من اضطرابات. تماماً. اليوم الوضع النفسي غير سليم. تماما صحيح. هون هي بتعتبر من اسباب الاعفاء، ويوم كمان بيجر من اذا عنا اسباب أعذار قانونية. تمام، بدي أسألك عن جرم الإزاء المقصود، يعتبر جنحة أم جناية؟ الإزاء المقصود يحمل جانب جنحوي وجانب جنائي. الجانب الجنحوي هو الإزاء البسيط، هي الإزاء التي يترتب عنه تعطيل عن عمل لمدة 10 أيام، طبعا لا تزيد عن 10 أيام. طبعا لكل حالة من الحالات بدي أذكرها إلى مادة قانونية للعقاب. المدة الثانية الإزاء المفضي إلى تعطيل عن عمل تزيد عن 10 أيام إلى 20 يوما. كمان مدة التعطيل عن العمل من مدة تزيد عن 20 يوما، هاي بعضنا بإطار الجنح. هاي 3 أنواع للجنح الإزاء المقصود. أحيانا الإزاء المقصود يؤدي إلى نتائج خطيرة تؤدي إلى إزهاق روح، فهون سماها الفقه بالقصد المتعدى، هي تؤدي إلى نتيجة جرمية كتير خطيرة. تمام، فهون نتحدث عن جنايات الإزاء المقصود، هي الإزاء المفضي إلى أحداث عاهة دائمة أو الإزاء المفضي إلى الموت أو الإزاء المفضي إلى حدوث الإجهاض. فهنا جانب جنحوي وجانب جنائي. كعقوبات كمدة قانونية، يعني إذا هيك حبينا نمرق بشكل سريع، يعني أنا مدة العقوبة يعني. تمام، في الجناح مدة التعطيل عن العمل، طبعا الإزاء المفضي إلى تعطيل عن العمل لمدة 10 أيام، يكون العقوبة مدة 6 أشهر مع غرامة مالية أو بإحدى هذه العقوبتين. أما بالإزاء المفضي إلى تعطيل عن العمل، طبعا إزاء إلى بيؤدي إلى تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام إلى 20 يوم، يكون عقوبته مدة سنة مع غرامة مالية. الإزاء المؤدي إلى تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن 20 يوما تكون الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، أيضا كمان مع غرامة مالية. بينما بيختلف الوصف بالجنايات، بجناية الإزاء المقصود، الإزاء المفضي إلى أحداث عاهة دائمة، وهون تكون العقوبة جنائية الوصف، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات. بينما بالإزاء المفضي إلى الموت، وهون تكون بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات. بالإزاء المفضي إلى الإجهاض كمان تكون العقوبة بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات. نعم. كيف بيتم ملاحقة مرتكبي جرائم الإزاء المقصود؟ هلا نحن دائما متعارف عنا دائما شكوى. تكون وين بنقدم هي الشكوى؟ إلى النيابة العامة، حسب إذا كان الشخص مدني، إذا كان الشخص عسكري المتضرر، يمكن إذا كان الشخص المتضرر عسكري يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة العسكرية، إذا كان الشخص مدني يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة العام، إلى النيابة العامة بدمشق. طبعا نحن هون تحريك بجرم الإزاء المقصود في عنا هيك ترتيبات معينة، إذا كانت مدة تعطيل عمل لا تزيد عن 10 أيام، لا تمتلك النيابة العامة حق تحريك الدعوة العامة بحق الفاعل دون ما يكون موجود عندنا شكوى من المتضرر نفسه. تمام، بس الحالات مختلفة، إذا كان عندنا مدة تعطيل عن عمل تزيد عن 10 أيام إلى 20 يوم، تمتلك النيابة العامة تحريك دعوة الحق العام بحق الفاعل دون وجود شكوى من المجني عليه. طبعا هون نحن بنمدد تعطيل عن عمل لمدة 10 أيام، في حال تنازل الشاكي عن شكوى يستفاد الجاني من إسقاط الحق وتسقط دعوة الحق العامة بحقه.
تمام، واذا كان عم ينفذ الحكومه بيوقف التنفيذ الحكم. يعني اليوم اسقاط الدعوه الحق الشخصي بيسقط الحق العام فقط اذا كانت مده التعطيل عن العمل لمده 10 ايام وغيرها، يعني اليوم ما بين الحق الشخصي والحق العام، يعني شو كيف الربط بيناتهم بهي الاجباري؟ هلا الإيذاء المقصود، فلما الشخص المتضرر قدم شكوى الى النيابه العامه دغري يلاحق الشخص الفاعل بجرم الايذاء قصدا، تمام، وهذا يعني في دعوه حق العام بناء على ادعاء الحق الشخصي. فلما اسقط المجني عليه الشكوى هون النيابه العامه بتسقط دعوه الحق العام. نحكي عن 10 ايام. تمام، عن 10 ايام تجاوزنا ال 10 ايام بالتعطيل والتقرير الطبي. التعطيل عن العمل اذا كانت من ال 10 ايام لل 20 يوم هون النيابه العامه تمتلك حق تحرير، حق تحريك الدعوه الحق العام بحق الفاعل لو لم يتقدم المجني عليه بشكل، حتى لو ما في حق ادعاء بالحق الشخصي. بس بدي لو هلا شغله في حال هون كمان تنازل الشاكي عن شكوى لا يستفاد من من تخفيض العقوبة فقط للنصف. أكيد. يعني بختام جوابك بدنا نشكرك كثير المحامية رشا إبراهيم، شكرا لك، يعطيك العافية. يعطيكم العافية. شكرا لك وشكرا لك للمعلومات.